الحنابلة ينصون على أن جوزة الطيب مسكرة وأنها تسكر بنفسها. وقد سألت عطارا من أهل الخبرة قديما، هذا كان قبل 29 سنة، كان هناك عطار يمني في المدينة صاحب خبرة، وكان بجوار محل أبي هنا قريب من المسجد النبوي رحم الله الجميع. فكنت أقرأ في كتب الحنابلة أن جوزة الطيب مسكرة وأنها محرمة ولا يجوز تناولها لا القليل ولا الكثير. فسألته لأنها كانت تباع عند العطارين، فقال نعم هي مسكرة، والذين يصنعون الخمور يضعون فيها جوزة الطيب ليسرعوا تخمرها وإسكارها وتزيد في الإسكار، فإذا تناول العبد منها شيئا كثيرا فإنه يسكر، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. طبعا الآن يقولون جوزة الطيب بهارات يضعونها مع الأكل مع الطعام، والصواب أنها لا يجوز تناولها لأنها مادة مسكرة، إذا تناولها العبد بكمية كبيرة فإنه يسكر. جوزة الطيب يا شيخ ما هي يعني؟ ها؟ هي جوزة الهند؟ ما دام لا لا، جوزة الطيب ليس جوز الهند، جوز الهند أو النارجيل هذا مادة طيبة، لكن جوزة الطيب هذه يعني حبة أكبر من الحمصة، يعني مثل البندق، مثل البندق، تسمى بهذا الاسم إلى اليوم جوزة الطيب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن. وقد منعت فترة من الأسواق السعودية، ولا أدري الآن هل هي ممنوعة أو ليست ممنوعة.